بتاعت الامريكان جات لي قلت ايه هقف واشوف الناس هتعرف انا امريكان ولا بني ادم. فبدات اقف بالطرح ماشي وواقف ثابت ما بتحركش واقف كده، كل اللي معدي مندهشين ده تمثال ولا بجد ولا امريكان مش عارفين انا ايه. ان انا نفسي امثل من وانا صغير ونفسي اطلع ترند وامثل، وجانب برضو ان انا طالب دوام برضو بيساعدني في مصاريف الدراسة والمصاريف. اسرتي برضو شجعوني ووقفوا جنبي واصحابي والناس برضو في الشارع ووقفوا برضو جنبي وشجعوني، هما اللي طلعوني برضو.